مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. نقرا في العربيه الجديد: العثور على مقبره جماعيه جديده بمنطقه خاضعه لسيطره الميليشيات. في المدى: مسؤولون من صلاح الدين، 4 فصائل غيبت 10,000 شخص من المحافظه. في الزمان: الإصرار على موعد الانتخابات العراقية قد يؤدي إلى نتائج وخيمة. في وكالة يقين: الهجرة العراقية، عودة أكثر من 3,000 نازح لمناطقهم في نينوى. في القدس العربي: نائب أمريكي يقول إن تصرفات ترامب لا تختلف كثيرا عن أسامة بن لادن. في الشرق الأوسط: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي. وفي عرب 21: الكونغرس يقر مساءلة ترامب ليصبح أول رئيس يحاكم مرتين. أهلا بكم. عن الحروب القادمة واختلافها عن الحروب التقليدية القديمة يتحدث الكاتب محمد الكيلاني في مقالة جاء فيها: في حال اندلعت أي حرب هذه الفترة أو في السنوات القادمة، تكون استراتيجية الحروب تعتمد على حرب سيبرانية أو صواريخ دقيقة أو طائرات مسيرة. ما شهده العالم هذه الفترة من اضطرابات سياسية وعسكرية يعكس اختلافات جوهرية في الحروب. فالحروب الآن انقسمت إلى قسمين رئيسين: حروب بيولوجية وحروب سيبرانية. هذا الوضع الجديد جعل معظم دول العالم تغير استراتيجيتها في الحرب من حيث التجهيز والإعداد أو التكتيك وغيره. والهجوم السيبراني الأخير على الولايات المتحدة الأمريكية جعلها تهتز من الداخل بعد عمليات الاختراق الأخيرة لمواقع حساسة، وبدأت كالعادة ترمي بأخطائها على دولة أخرى مثل روسيا أو إيران وغيرها، وتقوم باتهامها بهذا الاختراق الذي لا يعتبر الأول على العالم، بل حصلت اختراقات سابقة لبعض الدول، لكن هذا الاختراق كان الأكبر كما جاء في وسائل الإعلام العالمية والأمريكية. هذه الاستراتيجية الجديدة في الحروب لا تقل أهمية عن الحروب التي تتوعد بها دول مثل إيران، فعندما تهدد دولة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية دولة أخرى تكون على قناعة تامة بغياب الرد من قبل هذه الدولة، وتطبق هذه الاستراتيجية على باقي دول العالم. لكن في العقد الماضي اختلفت تلك النظرية تماما، فتكافؤ القوى بين الدول أصبح بمستوى واحد بالتكنولوجيا التي تمتلكها تلك الدولة، سواء كانت قوة صاروخية أو نووية أو سيبرانية. فالبعد الجغرافي لا أهمية له بوجود صواريخ بعيدة المدى ويد تطال مواقع إلكترونية حساسة كما حصل في أمريكا مؤخرا. ويضيف الكاتب: هذا ما جعل دولا عظمى تغير في طريقتها في الحروب وإعادة هيكلة عساكرها بطريقة تناسب هذه الحروب في حال حصلت. في صحيفة الزمان: إسقاطات الانتخابات الأمريكية وتوقعات إدارة جو بايدن مع العراق موضوع تناوله الكاتب عبدالله العتابي في مقالة جاء فيها: ثمة اعتقاد لدى الديمقراطيين والجمهوريين بأن استثمار الولايات المتحدة في العراق لا يمكن تركه لدول الجوار. أيام قلائل تفصلنا عن تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من هذا الشهر، وبايدن شخصية غير مجهولة على المستويات المحلية والعربية والدولية، فهو لاعب أساسي منذ عمله في الكونغرس، ومن ثم توليه منصب نائب الرئيس باراك أوباما، وعلى الأرجح أنه سيمارس الأساليب التقليدية الأمريكية نفسها في الخارج. وقدر تعلق الأمر بسياسته تجاه العراق، فمن المعروف أنه أيد قرار غزو العراق الذي أصدره الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في العام 2003، إلا أنه عرض إرسال المزيد من القوات الأمريكية الإضافية إلى العراق عام 2007، وسبق أن كتب في العام 2006 في مقال له في صحيفة نيويورك تايمز مشروعاً لتقسيم العراق إلى أقاليم. وكتب بايدن هذا المقال في وقت احتدام العنف الطائفي الذي ضرب بلادنا في ذلك العام، واقتنع أن فكرة الأقاليم
ستتيح للقوات الأمريكية في العراق الانسحاب بحلول العام 2008، وتوقع أنه بدون إقامة تلك الأقاليم سيدخل العراق في أتون حرب طائفية مدمرة. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما سياسة رئيس بايدن تجاه العراق؟ هل سيكون العراق في أولويات الإدارة الجديدة؟ إن أولويات الإدارة القادمة ستتمحور على التعامل مع التنافس مع روسيا والصين، وليس مع الشرق الأوسط أو العراق الذي شغل الولايات المتحدة عن صراعها السياسي والاقتصادي والزعامتي مع كل من الصين وروسيا. ويضيف الكاتب إن الاستثمار في أمن العراق يمثل السياسة الحقيقية لبايدن في ظل توجه صيني روسي للتغلغل فيه. حول فشل الكاظمي وبرهم صالح والمنظومة السياسية في العراق يتحدث الكاتب كرم نعمة في مقالة جاء فيها: إذا كان الكاظمي ليس من الصف الأول في صنع الرثاثة السياسية بعد احتلال العراق، فالرئيس برهم صالح من كبار رعيلها الأول والمنظرين لجدوى تلك الرثاثة بوصفها حلاً لصناعة مستقبل العراق. لا الكاظمي ولا برهم صالح قادران على كسب ثقة العراقيين. أن تكون المقارنة السياسية بالعقود الماضية تهمة تصل إلى الإرهاب في العراق، فإن الوثوق بالمستقبل السياسي للبلاد نوع من الحماقة السياسية. التفاؤل ليس منطقا سياسيا في العراق منذ العام 2003 لسبب بسيط يكمن في أن الأحزاب الدينية الحاكمة لا تقوى على بناء دولة. دعك من كونها لا تريد ذلك، حتى وإن تجردت من أيديولوجيتها وارتدى قادتها ربطات العنق بوصفهم سياسيين وليسوا رجالا يعتمرون العمامة الطائفية. العراق دولة طائفية بامتياز منذ العام 2003، مهما أوجدنا من ذرائع سياسية عن وجود رجال دولة يحكمون. ذلك ينطبق على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وإن كانت كل الإشارات الصادرة منه توحي بأنه يعمل من أجل استعادة مفهوم الدولة الواقع تحت وطأة لا دولة ممثلة بالميليشيات التي تنضوي تحت الحشد الشعبي والمرجعية الدينية بسطوتها الهائلة التي تشكل دولة عميقة داخل الدولة. فالكاظمي نتج عن صعود أحزاب دينية وصلت إلى السلطة بعملية سياسية شرعت بمفهوم أمريكي إيراني. إنه ابن مخلص لمفهوم أثبت فشله منذ العام 2003. إن الكاظمي كان جزءا من حكومة عادل عبد المهدي بمنصبه مديرا للمخابرات. إن حديث حكومة الكاظمي عن محاربة الفساد يستفز العراقيين، لأن انشغال أجهزة الرقابة بملاحقة الموظفين مجرد صراخ لا يؤول إلى أي نتائج مؤثرة. ويتابع كرم نعمة أنه بمجرد تحليل رسالتيها الأخيرتين في رأس السنة وذكرى تأسيس الجيش العراقي، نكتشف بأنه يؤبن العملية التي شارك في وضعها في محاولة لتبرئة نفسه منها. وكان استعادة ثقة العراقيين بالمنطقة الخضراء تبدأ بمرثيته، وهو يؤبن العملية السياسية عبر الحاجة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة ذات سيادة كاملة نظرا إلى تصدع منظومة الحكم التي تأسست بعد 2003. حول جدوى العقوبات الأمريكية على قيادات ميليشيات الحشد في العراق يتحدث الكاتب فارس خطاب في مقالة جاء فيها: قد يكون هم العراقيين كبيرا، حيث فقدان الأمن وتراجع الدخل وارتفاع معدلات البطالة والفقر واستمرار مسلسل الاغتيالات والتغييب القسري وتدهور خطير في التعليم ومناهجه وفقدان الأمل في المستقبل والفساد. قد ينظر العراقيون إلى العقوبات الأمريكية ضد قادة في ميليشيات الحشد بشيء من الاستخفاف، وكذلك فعل الذين طالتهم هذه العقوبات التي صدرت تنفيذاً لقانون ماغنيسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة القاضي بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم وناشري الفساد. لكن هذه العقوبات قد تعني الكثير بالنسبة للشخصيات العراقية المتحركة دعماً للأوضاع الاقتصادية الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية بحقها، خصوصا عندما تكون ذات مسؤولية حكومية أو عسكرية رفيعة، ومنها فالح الفياض الذي هو بدرجة وزير في الحكومة العراقية. ردود الأفعال جاءت بالجو العام نفسه داخل العراق والمتمثل في اتجاهين:
تيار شديد الولاء والتأييد للسياسات الإيرانية في العراق وفي المنطقة، وآخر يعتبر إيران أس المشكلات في العراق وسبب تراجعه على الصعود كافة. ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي رأى أن العقوبات بحق رئيس هيئة ميليشيات الحشد فالح الفياض خطأ يتعين تصحيحه، ورأت القوى الأخرى الرافضة للوجود الإيراني في بلادهم أن هذه العقوبات غير رادعة لأذرع إيران في العراق، وأن الشعب العراقي يريد أن يرى إجراءات جدية ملموسة ضد من قتل أبنائه وسرق أمواله، إجراءات تفضي إلى احتجاز هؤلاء والقبض عليهم كقتل وزعماء مافيا فساد لدور الفياض وغيره في انتهاكات حقوق الإنسان. ويضيف الكاتب: لكن صدور عقوبات دولية نتيجة تقارير موثقة لمنظمات حقوقية نزيهة كمنظمتي العفو الدولية والشفافية العالمية والمركز الدولي للعدالة في جنيف ممثلة في قرارات أمريكية وأوروبية، يعني توجيه أنظار العالم إلى معاناة هذا الشعب وحجم حاجته لتفهم دولي لمخاطر نفاد صبره ومآلات أي تداعيات أمنية فيه قد تهدد أمن المنطقة والعالم، كما تهدد أمن العراق ووحدته، وبما يجعل العالم كل العالم يراقب ويشارك في إنجاح الانتخابات العراقية المقبلة في يونيو حزيران المقبل. حول الضجة الأخيرة بشأن تحديثات واتساب وما جرت من ضجة عالمية، يتحدث الكاتب سلمان الدوسري في مقالة جاء فيها إن خطوة واتساب بشأن اختراق الخصوصية من التطبيقات الأخرى لا محالة وليس أمام الحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والشركات المتخصصة، ليس أمامها إلا توسيع دائرة تطبيقات التواصل الاجتماعي بدلاً من ترك العالم عرضة لعدد محدود من وسائل التواصل الاجتماعي تتحكم في مليارات البشر. تعرف أدق التفاصيل عنهم، عن ملبسهم ومشربهم وعلاقاتهم وسلوكياتهم الشخصية، ناهيك عن خطرها الأكبر على أمنهم القومي. أتت خطوة الواتساب هذه متزامنة مع حرب أخرى تقودها كبريات شركات التقنية ممثلة في تويتر وفيسبوك وأبل وجوجل ويوتيوب، التي قررت الدخول في معركة شرسة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تعليق وحذف حساباته وكذلك منع أي وجود له في منصاتهم، ومن دون الدخول في جدل ما إذا كان ترامب يستحق ذلك من عدمه بعد حادثة اقتحام مبنى الكونغرس والاتهامات الموجهة إليه بدعوته غير مباشرة للتمرد، فإن الأهم أن كل ذلك تم بجرة قلم من تلك الشركات وليس بحكم قضائي يبرر خطوتها، وهو ما دفع المستشارة الألمانية التي لم تكن أبدا على علاقة طيبة مع ترامب للقول إن المشرعين وليس الشركات الخاصة هم من يتعين عليهم اتخاذ القرارات بشأن وضع أي قيود ضرورية على حرية التعبير. وهنا يحق لأي شخص بسيط مستخدم للتطبيقات هذه أن يسأل نفسه سؤالا منطقيا، إذا ما كان عمالقة التقنية فعلوا ذلك مع رئيس أكبر دولة في العالم ومنعوه من التواصل مع 88 مليون شخص يتابعونه بين عشية وضحاها، فماذا عن المستخدم البسيط؟ كيف سيتم التعامل معه؟ هل سيتم الأخذ بمخاوفه أم سيتم سحقها؟ فلا يستطيع الاستغناء عن التطبيقات ولا الاستمرار معها لأنها تستبيح خصوصياته لدرجة الابتزاز، وهو الدور الذي أغفلته الحكومات منذ فترة طويلة من عدم بحثها عن بدائل. ويضيف الدوسري: مع ذلك فإنهم عاجزون عن القيام بأي خطوة لغياب البديل المناسب، لذلك فمن دون قيام الحكومات بحماية مواطنيها بتوفير تطبيقات متعددة للتواصل الاجتماعي تقوم بالدور نفسه، فإننا سنجد أنفسنا تحت رحمة شركات التقنية الكبرى بشكل أسوأ وأخطر مما يحصل حاليا. الآن إلى هذا المقال المنشور في صحيفة القدس العربي، وجاء فيه: تداعيات اقتحام الكونغرس الأمريكي قبل أيام من قبل مناصرين لترامب، موضوع تناوله الكاتب شفيق الغبرة في مقالة جاء فيها إن اقتحام الكونغرس قدم للطبقة السياسية الأمريكية صحوة باتجاه تمكين الديمقراطية الأمريكية
والتعامل مع المشكلات المتراكمة في الشارع الأمريكي، وبنفس الوقت التعامل مع القوى العنصرية وخطاب الكراهية وقضية التسلح. شكل انفجار المواجهة التي كانت تتشكل منذ الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني عام 2020 بحد ذاته تعبيراً عن مدى التهور الذي سيطر على عقل الرئيس وتفكيره، كما شكل بنفس الوقت تعبيره عن جرأة كبيرة من المتظاهرين الذين حاصروا الكونغرس الأمريكي. لقد مثل الهجوم على إحدى أهم مؤسسات الديمقراطية في العالم الكونغرس الأمريكي نقلة نوعية في مستوى الصراع بين ترامب من جهة وبين أغلبية الأمريكيين من جهة أخرى. لقد قلب الحدث بدقائق كل شيء، فبمجرد حدوثه وبمجرد مقتل أفراد وأشخاص وضابط من البوليس، بدا واضحا أن الرئيس ترامب ارتكب أكبر خطأ سياسي وارتكب جرما بصفته رئيسا مسؤولا عن حماية الكونغرس والشعب الأمريكي. لقد دفع تحريض الرئيس ودعواته الدائمة لاستخدام القوة لتحريض قاعدته الأكثر تطرفا للتحرك، لكن الأمر لم يكن بريئا. عدد من الجمهور المشارك كان جزءا من عصابات يمينية منظمة، وهنا جوهر المشكلة. كان الرئيس قد قال أمام ذات الحشود الهائجة قبل اقتحام الكونغرس بدقائق: نحن مضطرون للقتال، إن لم نقاتل لن يكون لنا وطن. ووفق نيويورك تايمز، الرئيس اتصل بنائبه وأبلغه قبل الجلسة بدقائق: إما تدخل التاريخ كوطني أو كجبان، وذلك في محاولة للضغط عليه لعدم تصديق نتائج المجمع الانتخابي. لقد تحمل ترامب مسؤولية ما وقع، وهو حدث غير مسبوق. ويضيف الغبراء، الكونغرس الجديد والرئيس الجديد سيكون عليهما مراجعة القوانين والنظر في مسائل تتعلق بالدستور والمجمع الانتخابي وخطاب الكراهية والعصابات اليمينية، ثم النظر بعلاقة الولايات بالرئاسة والانتخابات وطرق الترشح والاقتصاد الذي يفصل بين الطبقات فصلا يزداد وضوحا. نشر تطبيق تيليجرام للتراسل المشفر مقطعا ساخرا على صفحته على تويتر يسخر فيها من تطبيق واتساب الذي أعلن سياسة خصوصية جديدة لتشارك البيانات الشخصية مع الشركة. وجاء في المالكة فيسبوك المقطع رقصة الموت الشهيرة وعلى التابوت صورة تشير إلى واتساب. وكان العديد من المستخدمين هجروا تطبيق واتساب خوفا على خصوصيتهم واتجهوا إلى تيليجرام وسيجنال اللذين لا يشاركان البيانات الشخصية مع أطراف أخرى. وهجم أحد مؤسسي تطبيق تيليجرام الروسي شركة فيسبوك، وذلك بعد سياسة الخصوصية الجديدة التي تتيح مشاركة معلومات المستخدمين في واتساب الذي تملكه الشركة. وقال بافيل دوروف إنه ينبغي عدم تشارك بيانات مستخدمي تطبيقات التراسل المشفر، مشيرا إلى أن تطبيقه أي تيليجرام يحترم مستخدميه على حد قوله. نتابع الكاريكاتير.
مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. ظلوا دائما في رعاية الله.